بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم، آمين آمين. وبعد، فهذا هو الدرس 18 من سلسلة دروس متن الكتاب المعروف بمختصر القدوري للإمام أبي الحسين أحمد بن محمد البغدادي المعروف بالقدوري رحمه الله تعالى ونفعنا به، آمين آمين. قال: وصلنا إلى قوله رحمه الله: ويصلي القائم خلف القاعد، ويصلي القائم خلف القاعد، يعني خلف القاعد الذي يركع ويسجد. إنسان مريض غير قادر على القيام أراد أن يصلي إماما، لا مانع إذا كان يصلي قاعدا ولكن بركوعين وسجود. طبعا هذا استحسان، والقياس عدم الجواز، وهو ما ذهب إليه الإمام محمد. الإمام محمد قال: لا يجوز أن يصلي القائم خلف القاعد وإن كان يركع ويسجد. نعم، ولكن الذي ذهب إليه سيدي أبو حنيفة رحمه الله وأبو يوسف إلى أنه يصح، إلى أنه يصح، يعني تركنا هذا القياس الذي ذهب إليه الإمام محمد، تركنا هذا القياس بالحديث، وهو ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلى آخر صلاته قاعدا، صلى آخر صلاته قاعدا والقوم خلفه قيام، والحديث في صحيح مسلم. إذن ويصلي القائم خلف القاعد. قال: ولا يصلي. إذن القاعد هنا ما المراد بالقاعد؟ الذي يركع ويسجد. أما لو كان يصلي بالإيماء، القاعد لا يصح الاقتداء به. لذلك قال: ولا يصلي الذي يركع ويسجد خلف المومي، خلف المومي لا يصلي الذي يركع ويسجد خلف من يصلي، خلف من يصلي بالإيماء. لماذا؟ قال: لأن حال المقتدي، حال المقتدي أقوى من حال الإمام، فلا يجوز بناء القوي على الضعيف. هذا هو القياس الذي اعتمده الإمام محمد في المسألة الأولى، ولكن نحن تركنا القياس في المسألة الأولى كما قلنا بالحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى آخر صلاته قاعدا بركوع وسجود، يعني بركوع وسجود. إن أما لو كان يصلي الإمام بالإماء والمقتدي بركوع وسجود فلا يصح الاقتداء به. طبعا يصلي المومئ خلف مثله لاستوائهما في الحال، كلاهما ضعيف يقتدي بضعيف يحمل بعضهم بعضا. قال: ولا يصلي المفترض خلف المتنفل. المفترض: أنا أصلي فرض الظهر، دخلت المسجد رأيت إماما يصلي السنة البعدية للظهر فاقتديت به، دخلت المغرب صلاة المغرب، بعض الناس يصلون السنة البعدية ركعتين، اقتديت كي أصلي به المغرب، ما الحكم؟ لا يصح عندنا. لا يصلي المفترض خلف المتنفل. ليه؟ قال: لأن فيه اقتداء، لأن هذا الاقتداء، والاقتداء ماذا الاقتداء؟ ما هو الاقتداء؟ الاقتداء بناء، الاقتداء بناء صلاة على صلاة، أنا المقتدي أبني صلاتي على صلاة الإمام. نعم، والوصف أنا الآن عندما أصلي فرضا، والذي يصلي مقتديا إماما هو يصلي ماذا؟ نافلة. فأنا إذا أردت أن أصلي صاحب الفرض، أصلي الآن فرضا، ينبغي أن أصلي خلف من يصلي فرضا. نعم، فوصف الفرضية معدوم في حق الإمام، فكيف أبني صلاتي على صلاته؟ فلا يصح.
لا يصح الصلاة المفترض خلف المتنفل، لا يصح هذا الاقتداء أبدا. أما نجد في بعض المساجد أن هذا يكون يدخل بعض عامة الناس ويقتدي، هذا لا مانع به عند الشافعية، ولكن على الرغم من ذلك إذا رجعت إلى كتب السادة الشافعية وجدت بأنهم ينصون على أن الاقتداء بالمتنفل فيه كراهة. ليه؟ قال لأنه يسن الخروج من الخلاف، خلاف حتى نصوا بأنه لا يقتدي ويصح الاقتداء، قالوا لا يقتدي خروجا من خلاف أبي حنيفة رحمه الله تعالى. فلا ينبغي أن يكون هذا كي نؤدي العبادة يعني صحيحة بيقين باتفاق الفقهاء. قال ولا من يصلي فرضا خلف من يصلي فرضا آخر، يعني ولا يقتدي من يصلي فرضا خلف من يصلي فرضا آخر، خلف من يصلي فرضا آخر، يعني أنا أصلي فرض الظهر اقتديت بمن يصلي فرض العصر أو فرض المغرب أو فرض العشاء، ما يصح هذا الاقتداء. لماذا؟ ليه؟ قالوا لأن الاقتداء شركة وموافقة في الأفعال، الاقتداء هو شركة وموافقة في الأفعال، فلا بد أن تكون الصلاتان متحدتين، يعني لا بد من الاتحاد في الشركة والموافقة في الأفعال، لأن كلا من الشركة والأفعال لا يوجدان، انتبهوا أحبابنا، لا يوجدان كل من الشركة والموافقة، لا يوجد كل منهما إلا إذا اتحد ما أحرما له وفعله. فإذا لم يتحد ما أحرما من أجله ولم يتحد فعلهما لا تصح هذه الشركة ولا يصح هذا الاقتداء. فإذا لا يصلي لا يقتدي من يصلي فرضا خلف من يصلي فرضا آخر. أي نعم. الله. قال ويصلي المتنفل خلف المفترض، ويصلي المتنفل خلف المفترض ويصلي المتنفل خلف المفترض، وهذا بالاتفاق، هذا لا خلاف فيه. ليه؟ قال لأن فيه بناء الضعيف على القوي، وهذا جائز. ويصلي المتنفل خلف المفترض. قال ومن اقتدى بإمام ثم علم، يعني المقتدي، أن الإمام على غير وضوء أعاد الصلاة، ومن اقتدى بإمام ثم علم المقتدي أن الإمام على غير وضوء أعاد الصلاة. ليه؟ لأن بطلان الصلاة ظهر واضحا جليا أن صلاة الإمام باطلة، وبالتالي أنا أكون قد بنيت صلاتي على ماذا؟ على باطل، على فاسد، فلا يصح الاقتداء، فلا يصح. طبعا المقصود من هذه الكلمة، هذه مسألة أحبابنا، فيما لو أنني أنا اقتديت مثلا بشافعي، وبعد أن انتهت الصلاة أسلم على الشافعي أتكلم معه، فأثناء الكلام أخبرني بأنه قبل أن يشرع في الصلاة صافح زوجته، أو لا أقول صافح زوجته، خرج منه دم، أنه عند الشافعية ملامسة وصافحة المرأة يبطل الصلاة، يبطل الوضوء، خرج منه دم، أخبرني كتكلم قد تأخرت عن الصلاة لأنه خرج مني دم، بمجرد من قطع الدم جئت لأصلي بكم ولم أجدد الوضوء، لأن مذهبي أن خروج الدم لا يبطل الوضوء، مذهبه هو كشافعي، وأنا كحنفي صليت خلفه، فظهر الآن بوضوح ويقين عندي
بأنه الآن يصلي صلاته بدون طهارة في مذهبي في اعتقادي، ما الحكم؟ لم يصح اقتدائي، وبالتالي ما صحت صلاتي. أما لو قال هذا الإمام، لو قال وانتقد خرج مني دم وانقطع الدم وبعد نصف ساعة قدمت، فلم يذكر لنا ما فعل بهذه نصف ساعة، أو كنت أمشي معه فخرج منه دم وغاب عن نظري نصف ساعة ساعة ثم جاء وصلى ولم أعلم ما حصل منه، هل توضأ أو لم يتوضأ؟ طبعا غير مطلوب مني أن أسأله هل توضأت أو لم تتوضأ ثم صلى، لا يضر، لأن الآن أنا ما عندي يقين أنه لم يعيد الوضوء. إذن هذا ما أراده الشيخ القدوري في كلامه. الآن ذهب بعض فقهائنا، إذن القول الأول أنه لا يصح الاقتداء، وصححه كثير من أئمتنا. القول الثاني أنه يصح الاقتداء، وهذا ذهب إليه بعض فقهائنا، وقد صححه البعض. إذن عندنا أحبابنا، عندنا الآن في روايتان في المذهب، ولكن الرواية الأكثر الصحيحة المعتمدة عدم صحة الصلاة. فإن تعذر على الإنسان أن يعيد الصلاة لا مانع يعني بالعمل بالقول الثاني، لأنه صحيح، لأنه إذن صار في عندنا الآن قولان في المذهب. طيب الآن لو فسدت الصلاة، انتبهوا علي أحبابنا الآن، لو فسدت الصلاة في زعم المأموم، في زعم الإمام فسدت الصلاة وهو لا يعلم بالفساد. يعني أعطيك مثال، أنا وأبي رحمه الله في البيت، هو شافعي وأنا حنفي المذهب، خرجنا معا إلى الصلاة. انتبهوا الآن عليك كيف المسألة. خرجنا إلى الصلاة، صلى هو إمام كشافعي وأنا صليت خلفه كحنفي. ولما رجعنا من الصلاة قالت لي أمي رحمها الله مثلا، قالت أمي هل أبوك أعاد الوضوء؟ أنا قبل أن يخرج صافحته، والدي نسي أنه صافح أمي قبل أن يخرج، أنا علمت، انتبه الآن، أنا علمت أن صلاته فاسدة في زعمه. ليه؟ لأنه لمس أمي وهو عنده لمس المرأة ينقض الوضوء، ولكن أنا عندي في مذهبي لا يضر، ما الحكم؟ قال صحت صلاتي لأنني أنا المقتدي أرى وأعتقد جواز صلاة إمامي، والمعتبر في حقي أنا رأيي في نفسي في مذهبي هنا. فإذا جاز صلاتي. إذا في فرق في هذه المسألة أحبابنا. إذا قال الشيخ رحمه الله ومن اقتدى بإمام ثم علم هذا المقتدي أن الإمام على غير وضوء صح، أعاد الصلاة على الصحيح المعتمد، أعاد الصلاة وإن قال بعضهم بأنه لا يعيد الصلاة. شرع الآن في بيان مكروهات الصلاة فقال ويكره للمصلي أن يعبث بثوبه أو بجسده. تذكرون أحبابنا أن هذه الواو قلنا في درس سابق هي ليست حرف عطف، وإنما هي ماذا؟ واو الاستفتاح، ولا تكون عاطفة. لماذا؟ لعدم وجود ما يقتضي العطف عليه، فهي ليست حرف عطف وإنما هي واو الاستفتاح. قال ويكره للمصلي أن يعبث بثوبه أو بجسده. طبعا العبث، ما هو العبث؟ العبث مطلق العبث مكروه، مطلق العبث قال الفقهاء العبث في حق المسلم سواء كان في الصلاة أو في غير الصلاة العبث مكروه،
وفي الصلاة أشد كراهة. ما هو العبث؟ العبث هو عمل لا فائدة فيه ولا حكمة تقتضيه. احفظوا هذا التعريف للعبث، هو عمل لا فائدة فيه ولا حكمة تقتضيه. والعبث مطلقا مطلقا فيه كراهة عندنا، فيه كراهة، ممنوع. يعني أولئك الذين يجلسون خلف اللعب بالجوالات أو الكمبيوتر والحواسيب لساعات طوال وهم يلعبون ويعبثون ويضيعون أوقاتهم وأعمارهم، هؤلاء في حالة عبث. وهؤلاء يعني أدنى ما يقال في حقهم، يعني أجرموا في حق أنفسهم، وهم ارتكبوا فعلا محظورا، إن لم نقل حراما فهو فيه كراهة، وكراهة شديدة. إذن العبث، هذا كلام بين قوسين أحبابنا للتذكير فقط، فالعبث هو عمل لا فائدة فيه ولا حكمة تقتضيه. والمراد بالعبث هنا لما قال يكره للمصلي أن يعبث بثوبه أو بجسده، المراد بالعبث هنا أحبابنا فعل ما ليس من أفعال الصلاة، فعل ما ليس من أفعال الصلاة. فهذا أي فعل، أي حركة ليست من أفعال الصلاة هي عبث، وبالتالي هي مكروهة لأنها تنافي الصلاة. والذي نص عليه صاحب البحر بأن الكراهة هنا كراهة تحريمية، الذي نص عليه صاحب البحار بأن الكراهة في العبث كراهة تحريمية. ليه؟ قال لأنها تنافي الخشوع الذي هو روح الصلاة، فكان مكروها تحريما، لقوله جل وعلا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، الذين هم في صلاتهم خاشعون. وفي الحديث كذلك يقول النبي الكريم الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن الله كره لكم ثلاثا، إن الله كره لكم ثلاثا: العبث في الصلاة، والرفث في الصيام، والضحك في المقابر. لذلك قال ابن نجيم في البحار الكراهة كراهة تحريمية لورود هذا الحديث، على خلاف من قال بأنها تنزيهية. إذن ويكره للمصلي أن يعبث بثوبه، الحركات الكثيرة في الصلاة التي هي عبث لا علاقة لها بالصلاة، ما حكمها؟ مكروهة تحريما. وينبغي أن نتنبه، يعني طول ما الواقف في الصلاة أفعل هكذا وهكذا بفائدة بدون اضطرار، لست مضطرا لذلك، هذا يسمى إيش؟ عبثا، فهو مكروه تحريما في الصلاة، ينبغي التنبؤ. نرى كثيرين يفعلون هذا في صلاتهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لو خشع قلبه لخشعت جوارح، هكذا قال عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه. إذا ويكره للمصلي أن يعبث بثوبه أو بجسده. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. قال ولا يقلب الحصى، لأن تقليب الحصى من العبث، تقليب الحصى في الصلاة من العبث. ولا يقلب الحصى إلا ألا يمكنه السجود، لا يمكنه السجود على الحصى إلا بمشقة يؤذي جبينه، يؤذي أنفه، يؤذي وجهه، إلا أن لا يمكنه السجود، يعني إلا بمشقة أو انزعاج أو إلى أمر ما.
قال فيسويه، يسوي الحصى، ولكن يسويه مرة واحدة. وترك التسوية أفضل، ترك التسوية أفضل. ليه؟ قال لأنه أقرب للخشوع، وهذا إذا كان الحصى لا يؤذيه، هذا إذا كان الحصى لا يؤذيه. وإلا لو كان الحصى يؤذيه ويعني يزعجه أثناء السجود، فقلب الحصى مرة واحدة أفضل، لأن في قلب الحصى إصلاح صلاته، لأنه بذلك يأتي بالسجود على الوجه الأكمل. وفي الحديث أن أبا ذر رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن كل شيء، يعني مما أحتاجه أنا كمسلم، حتى سألته عن مسح الحصى يعني في الصلاة، فقال واحدة أو دع، واحدة أو دع، أو اترك هذا المسح فهو أفضل. نعم. وكذلك الحديث مروي عن جابر بن عبد الله قال سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن مسح الحصى، فقال واحدة، يعني مرة واحدة، ولئن تمسك عنها، عن هذه المرة، خير لك من 100 ناقة كلها سود الحدقة. أتأمل، قال له ماذا الإمساح؟ مرة واحدة، ولئن تمسك عن هذه المرة ولا تمسح الحصى أثناء السجود، ما هو خير لك من 100 ناقة، خير لك، أن أعظم لك أجرا لو أنك أنفقت 100 ناقة كلها سود الحدقة في سبيل الله. ترك مسح الحصى أعظم أجرا. إيه نعم. كذلك جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حين يسجد، قال له إن كنت فاعلا فواحدة، إن كنت فاعلا فواحدة فقط. أحاديث كثيرة جاءت في مثل هذه المسألة، وهي عدم تقليب الحصى أثناء السجود. نعم. قال ولا يقلب الحصى إلا أن لا يمكنه السجود فيسويه مرة واحدة. قال ولا يفرقع أصابعه، يعني في الصلاة، ولا يفرقع أصابعه يعني في الصلاة. بعض الناس أثناء الصلاة بيعمل أصابعه هيك، مثلا بيطلع صوت، يخرج صوت، هذا فيه كراهة التحريم. أو برجليه أحيانا يحرك إبهاميه، يؤدي ذلك إلى خروج صوت، كذلك هذا فيه كراهة تحريم. لا يفرقع أصابعه بحيث أنه إذا مدها خرج منها صوت. وفي الحديث عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تفرقع أصابعك. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب لا تفرق أصابعك وأنت في الصلاة. والكراهة هنا تحريمية، يقول ابن جيم في البحر، وينبغي أن تكون الكراهة وهنا تحريمية. ليه؟ قال لمكان النهي، يعني الحديث الذي ورد في النهي عنها، من أن النبي عليه الصلاة والسلام خاطب عليا فقال له لا تفرقع أصابعك وأنت في الصلاة. إذا الكراهة ما حكمها؟ تحريمية. الكراهة تحريمية، يعني لا بأس أحبابنا أن نتعرض لحكم فرقعة الأصابع أو تشبيك الأصابع خارج الصلاة. نعم. فرقعة الأصابع خارج الصلاة الذي نص عليه فقهاؤنا أنها لو كانت لدون حاجة كانت على سنتبه، لو كانت فرقعة الأصابع، أنا طول ما لجالس هكذا أقوم بفرقعة أصابعي كما يفعلها بعض الناس، ما الحكم؟ قال فيها كراهة، كرهت تنزيها. إيه نعم. هي إيش؟ ماذا؟ خارج الصلاة. أما التشبيك
أما تشبيك الأصابع هكذا الذي نص عليه بعض فقهاء، وأظن الشيخ الحلبي في كتابه حلبة المجلي قال أنه لم أقف لمشايخنا على حكم تشبيك الأصابع خارج الصلاة، لم أجد نص في ذلك على هذه المسألة. قال والظاهر أنه لو شبك أصابعه، يعني أحبابنا بنلاحظ أن فقهاءنا رضي الله عنهم وعنا بهم أنه ما تركوا شيئا إلا وبحثوا لنا عن حكمه. لماذا؟ كي تكون حياتنا كلها منضبطة في آداب الإسلام وفي شرع الله عز وجل، كي لا نتجاوز، كي لا نقع في إثم غير عالمين بذلك. فقال لو أنه شبك أصابعه لغير عبث بل لغرض صحيح ولو لإراحة الأصابع، يعني فعل هكذا من أجل أن يريح أصابعه، قال لا يكره، يعني لو كان لغرض صحيح كما فعل، صح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك أصابعه، فهنا التشبيك كان لغرض صحيح. وبعض الناس يفعله من باب العادة، يعني يكون يكلم الآخرين فيفعل هكذا، يعني هذا لا مانع منه. أما المقصد متى يكره التشبيك؟ إن فعله صاحبه لعبث، كان يعبث فعندها الكراهة. أما لو فعل هذا من خلال معتاد هو يكلم الآخرين فأثناء الكلام يفعل هذا الأمر، فهذا لا يعتبر عبثا ولا كراهة فيه إن شاء الله تعالى. كما حصل الآن هو التشبيك بهذه الطريقة. قال ولا يفرقع أصابعه. قال ولا يتخصر. إيش يعني ولا يتخصر؟ قالوا التخصر أن يضع يديه على خاصرته هكذا، يعني أثناء الصلاة يقف بهذه الطريقة. لماذا مكروه هذا الوقوف؟ قال لأن في التخصر تفويت سنة أخذ اليدين، السنة أخذ يدي هكذا، فإذا تخصرت ترى فوتت هذه السنة. إذن نلاحظ الآن أحبابنا، قال الفقهاء يكره التخصر ليه؟ قال لأن فيه تفويت سنة أخذ اليدين. نفهم من هذا التعليل أنه ليس التخصر فقط هو المكروه، بل الكراهة لو أنه أسدل يديه أو وضع يديه على غير خاصرته، الكراهة في كل وضعية تفوت سنية أخذ اليدين، فأي حركة أي فعل تفعله يفوت هذه السنة يكون مكروها. إذن التخصر قالوا أن يضع المصلي يديه على خاصرته، وقال بعضهم لا، التخصر أن يتكئ على المخصرة، والمخصرة هي بكسر الميم يعني العصا يتكئ عليها. طبعا ولا شك في كراهة الاتكاء في الفرض لغير ضرورة كما نص على ذلك الفقهاء. أما في النفل لا كراهة في الاتكاء، أما في الفرض الاتكاء على العصا أو على كرسي أو على جدار أثناء الصلاة لغير عذر فهو مكروه. أما في النفل قالوا لا كراهة في ذلك. والأصل في كراهة التخصر في الصلاة ما ثبت أظن في الصحيحين، ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل مختصرا،
مختصرا. فهنا قالوا مختصرا، بعضهم قال يعني متكئا على المخصرة التي هي العصا، وبعضهم قال مختصرا يعني أن يضع يديه هكذا على خاصرته. وبالتالي الكراهة هنا كما نص عليه الفقهاء كراهة تحريمية لوجود هذا النهي عن التخصر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال ولا يسدل ثوبه، ولا يسدل كذلك ثوبه. إنما لما ثبت كذلك في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نهى عن السدل في الصلاة، وأن يغطي الرجل فاه، أن يضع يعني الكمامة على وجهه فرارا من فيروس كورونا، أن يضع هذه الكمامة على وجهه. نعم. ليه؟ قال لأن تغطية الوجه أثناء الصلاة إما أن تدل على تهاون أو أن تدل على تكبر. على كل بقطع النظر عن العلة النهي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السد في الصلاة، ونهى أن يغطي الرجل فاهه. فقد يسأل الآن البعض، نحن أثناء الصلاة نغطي نضع، أنا لا أضعها ولا أفعله، وأصلي حتى لو كنت يعني دخلت إلى المسجد وكنت قد وضعتها، أثناء الصلاة أقوم بنزعها وأصلي ولا أضع هذه الكمامة أو الكمامة أو الكمامة حسب يعني ضبطها في اللغة، لا أضع. لأن نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يغطي الرجل. قد يقول قائل يا أخي هنا الآن عذر، أنا أقول هذا ليس بعذر، إن كنت تراه أنت عذرا فلا مانع أن تضع هذا الغطاء على وجهك. سبحان من نقب الرجال والنساء بآن واحد في هذا الزمان. على كل أحبابنا، إذن قال ولا يسدل ثوبه. ما هو الإسدال؟ ما هو الإسدال؟ الإسدال أن انتبهوا أحبابنا، الإسدال أن يجعل الرجل الثوب على رأسه وكتفيه، هكذا يجعل الثوب على رأسه وعلى كتفيه ويرسل جوانبه من غير أن يضم بعضها على بعض، من غير أن يضم بعضها على بعض، هذا هو الإرسال. طبعا هذا الإسدال يكره قال الفقهاء إذا لم يكن عليه سراويل، إذا لم يكن لبس. هذا كان في الماضي لشدة الفقر عند الناس. نعم. لماذا يكره الإسدال؟ قالوا لاحتمال انكشاف العورة، لاحتمال انكشاف العورة. نعم. أما إن كان مع السراويل قال يكره لما فيه من التشبه بأهل الكتاب. إن كان وإنسان لابس سراويل يعني وأتى بالعباية ووضعها على كتفيه ولم يدخل يديه في الكمين ولم يضمها وصار يصلي، قال هذا فيه كراهة للتشبه بأهل الكتاب. بذلك قال العلماء الكراهة مطلقا، سواء كان يلبس سراويل أو كان لا يلبس سراويل فالكراهة مطلقا. حتى قال في البحر الكراهة مطلقا سواء كانت للخيلاء أو لغيره، فالكراهة مطلقا. إنام بعض فقهائنا قال المراد بالسدل أن يضع الطيلسان على الرأس. الطيلسان معروف قطعة من القماش يضعونها على رأسهم هكذا ويسدلونها على بين على أكتافهم على أكتافهم. إنام فبعض الفقهاء قال هذا أن أضع هذا الغطاء على رأسي وأن أسدله هكذا، نعم، قال فيه كراهة إذا لم أقم بإدارته على عنقي. أما لو وضعها هكذا وأتى بالطرف اليمين وضعه على اليسار وبالطرف اليسار وضعه هكذا على يمينه، قال هذا لا يسمى إسدالا ولا كراهة فيه. نعم. كذلك عندنا أحبابنا الإسدال بالقباء، ونظيره الإسدال كذلك بالجبة. نعم، القباء والجبة والعباءة كذلك، وهو أن يلقي الإنسان هذه العباءة على كتفيه من غير أن يدخل يديه في الكمين. على كل الأحباب هذا الإسدال إنما هو مكروه في الصلاة. نعم. أما خارج الصلاة
الإسدال خارج الصلاة لا كراهة فيه على الصحيح كما قال الشيخ الشرنبلالي في مراقي الفلاح، قال السدل خارج الصلاة لا كراهة فيه على الصحيح، والله تعالى أعلم. إذن ولا يسدل ثوبه ولا يعقص شعره، ولا يعقص شعره، المراد قال ولا يعقص شعره، يعني المراد أنه لا يصلي وهو معقوص الشعر، لأنه لو عقص شعره وهو في الصلاة بطلت صلاته، لأن ربط الشعر في الصلاة عمل كثير فتبطل الصلاة. وعقص الشعر في الأصل، عقص الشعر في الأصل هو ضفره، ضفر الشعر وفتله. والمراد هنا بقول الشيخ قال هو أن يجمع الشعر هكذا في الخلف في خلفه ويقوم بربطه بالقفة كي لا يصيب شعره الأرض إذا سجد، هذا يسمى إيش؟ عقص الشعر. والآن نجد كثيرين يعني من أولئك الشباب الذين يعني هم أقرب إلى الأنوثة، أقرب إلى الأنوثة من والله يا أحبابنا، مرة من المرات كنت واقف عند في السوبر ماركت أريد أن أشتري بعض الحاجيات، فدخلت فكان وجدت في طريقي شخصا ظننته امرأة من شعره الطويل واللباس الضيق الذي يلبسه والتيشيرت هذا كذلك الضيق، فأنا كيف بدي أمره؟ أي أريد أن أدخل يعني، فقلت بصوت السلام عليكم ممكن أنا أريد أن، فالتفت إلي فإذا به له لحية. سبحان الله، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تخنث كامل، كامل التخنث يعني، أنثى أنثى من الخلف ونصف رجل من الصورة، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. المهم ربط الشعر، ربط الشعر ما الحكم أحبابنا؟ قالوا هذا فيه كراهة، فيه كراهة. الشيخ الحلبي في حلبة المجلي شرح منية المصلي نقل عن الإمام النووي رحمه الله تعالى أن الكراهة تنزيهية، أن الكراهة تنزيهية، ثم قال بعد ذلك والأشبه أن تكون الكراهة تحريمية. ليه؟ لوجود النهي عن ذلك، لوجود النهي عن ذلك. نعم، فهناك أحاديث دلت على كراهة، على كراهة العقص، منها ما ثبت عن أبي سعيد الخدري أنه قال رأيت أبا رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رأى الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنهما وهو يصلي وقد عقص شعره فأطلقه، يعني قام أبو رافع أتى إلى شعر الحسن ابن علي وقام بنقض الشعر من أجل أن يصلي. وقال أبو رافع نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل وهو عاقص شعره، نهى. فإذا لوجود هذا النهي قال فقهاؤنا بأن الكراهة تحريمية، وقالوا السنة أن يدع صاحب الشعر الطويل أن يدع شعره على حاله يسجد معه. نعم، قال ولا يعقص شعره ولا يكف ثوبه، ولا يكف ثوبه. ما هو كف الثوب؟ قالوا يعني الآن إذا عندما نحن نقرأ أحبابنا تفسير علمائنا لكف الثوب لا ينبغي بعد ذلك نحن أن نختلف بعد أن نقرأ تفسير علمائنا لكف الثوب. قالوا كف الثوب أن يرفع المصلي الثوب، ثوبه بين يديه وهو يصلي، يقوم برفع مثلا لبس كان يلبس العباءة يقوم برفعها أثناء الصلاة، أراد أن يسجد أو أن يركع يقوم برفعها هكذا ويضعها على يده هكذا ويسجد. نعم، هذا الفعل نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم قال لا،
كف الثوب أن يجمع ثوبه وأن يشده، هناك زنار يكون نعم يرفع ثوب يجمع ثوبه هكذا ويقوم برفعه وضمه ربطه هنا يشده في وسطه. كانت هذه عادة بعض الناس يريدون أن يظهروا شيئا يعني من التجبر والتكبر والتعالي على الآخرين. فهذه الحالة، هذا الفعل لما كان من دأب بعض المتجبرة والمتكبرين فكان مكروها في الصلاة، لأن هذا الفعل يخالف موضوع الصلاة. موضوع الصلاة الخشوع، موضوع الصلاة التواضع، وهذا فعل من أفعال المتكبرين. لذلك الذي حرره كثير من فقهائنا أن الكراهة تحريمية. على الرغم من ذلك قالوا لا بأس أن يصون الرجل ثوبه من التراب لو كان أراد أن يسجد، ربما تتلوث ثيابه بشيء من التراب، لا بأس بصون ثوبه عن التراب بأن يرفعه. هنا الشيخ رحمه الله ذكر لنا حكم كف الثوب وأنه مكروه، وقلنا الذي رجحه وحرره كثير من فقهائنا أن الكراهة تحريمية. الآن في عندنا سؤال وهذا نقع به كلنا، ما هو حكم تشمير الكمين؟ ما هو الحكم؟ في الحقيقة أحبابنا اختلف الفقهاء في من صلى وقد شمر كميه قبل الصلاة لغرض ما شمر كميه وشرع الآن في الصلاة، ومثله كذلك ما لو شمر للوضوء ثم استعجل ليدرك الركعة مع الإمام، فإذا دخل في الصلاة وهو مشمر ما الحكم؟ نقول له على القول بكراهة التشمير، على القول بأن التشمير في الصلاة أو الصلاة مع تشمير الكمين مكروهة، الأفضل أن يرخي كميه بعمل قليل، الأفضل إرخاء الكمين ولكن بعمل قليل، وهذا هو الأظهر كما نص على ذلك فقهاؤنا. وقيل الأفضل أن يتركهما، إن لم يتمكن من إرخاء الكمين بعمل قليل الأفضل أن يترك هذين الكمين، والله تعالى أعلم. قال ولا يلتفت أثناء الصلاة، لا يلتفت يعني بعنقه هكذا لا يلتفت بعنقه بحيث يخرج وجهه كله هكذا أو بعضه عن القبلة. إذن لا يلتفت برأسه أو بعنقه بحيث يخرج كل وجهه هكذا أو بعض وجهه هكذا عن القبلة، لا يلتفت. إنها لقول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن التفات الرجل في الصلاة، سألت النبي عن التفات الرجل في الصلاة فقال عليه الصلاة والسلام هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة أحدكم. فالذي يلتفت برأسه هكذا فقد سرق الشيطان من صلاتك جزءا، وأنت لا تدري. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لأنس بن مالك إياك والالتفات في الصلاة، فإن الالتفات في الصلاة أهلك. انظر لهذا التعبير، إياك والالتفات في الصلاة فإن الالتفات في الصلاة هلكة. فإن كنت يعني تريد أن تلتفت ولا بد وأنت مضطر ففي الفريضة، لا في النافلة، فإن كان لا بد ففي النافلة لا في الفريضة.
فإذا الالتفات، لذلك قال أهل الله قالوا ملتفت لا يصل، ملتفت لا يصل، قال عليه الصلاة والسلام فإن الالتفات في الصلاة هلك، هلك. نعم، فلذلك لا يصح. نعم، لذلك قال ابن نجيم كذا، أؤكد على هذه التحريرات كلها لابن نجيم في البحر. نعم، قال ابن نجيم في البحر الظاهر أن الكراهة كذلك هنا تحريمية، الالتفات بالرأس سواء كان زال الوجه بالكلية عن القبلة أو زال جزء من الوجه، يعني مجرد ميلان الوجه عن القبلة فيه كراهة تحريمية. أما الالتفات بالنظر هكذا، أنا أصلي هكذا فالتفت بنظري هكذا يمنة أو يسرة من غير أن يلتفت بعنقه، ما الحكم؟ قالوا هذا خلاف الأولى، ونص في الدر المختار على أنه مكروه تنزيها، نص في الدر المختار على أن الالتفات بالعين أثناء الصلاة فيه كراهة تنزيهية. طبعا هذا إذا كان لغير حاجة، أما لو كان لحاجة نظر هكذا بطرف عينه في الصلاة لحاجة لضرورة لا كراهة في ذلك، لما ثبت من حديث ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يلحظ في الصلاة يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه، ولا يفعل هكذا، ولا يلوي عنقه، ما كان يحرك رأسه عليه الصلاة والسلام. إذن ولا يلتفت في الصلاة، لا يلتفت في الصلاة. قال ولا يقعي، ولا يقعي كإقعاء الكلب، وذلك لما ثبت أن أبا هريرة رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن ثلاثة، نهاني عن ثلاثة، عن نقرة كنقر الديك، يعني أثناء الصلاة السرعة في الصلاة، عدم الإطمئنان وعدم السكون، أريد الانتهاء من الصلاة مباشرة، فنهى، فقل نهاني أبو هريرة، نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقرة كنقرة الديك، وإقعاء كإقعاء الكلب، والتفات كالتفات الثعلب، وهو الالتفات بالرأس، أن إذا ناداك إنسان من خلف التفت بالكلية، التفت بكليتك ولا تلتفت برأسك، قال والتفات كالتفات الثعلب. كذلك جاء في الحديث عن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها تخبرنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ينهى عن عقبة الشيطان، ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفرش الرجل ذراعيه أثناء السجود، يعني افتراش السبع، وينهى أن يفرش الرجل ذراعيه افتراش السبع. وفقهاؤنا فسروا عقبة الشيطان بالإقعاء المنهي عنه، يعني لما قال أبو هريرة نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إقعاء كإقعاء القلب الكلب، هو نفسه قول أمنا عائشة رضي الله عنها كان رسول الله ينهى عن عقبة الشيطان، وهذه الكراهة تحريمية كما قال ابن نجيم أن الظاهر أنها كراهة تحريمية. الآن نريد الآن أن نعرف ما هو الإقعاء المنهي عنه. انتبهوا إلي أحبابنا، أريد أن أرسم لكم صورة الإقعاء المنهي عنه. الآن لنأتي لهذا المنديل لعلي أستطيع، يعني الآن هذا الجسد يقعد الإنسان هكذا، هذا الأليتين وينصب رجليه هكذا ويضمهما إلى صدره مع نصب الساقين، يجلس هكذا ويضع يديه على الأرض هكذا، هذا ماذا يسمى؟
إقعاء الكلب أو عقبة الشيطان. هذه صورة من الصور. كيف هذه أصح؟ هذه هي الأصح. أعيد، انتبه علي الآن. هذا الجسد يقعد هكذا، يضم فخذيه إلى بطنه وينصب ساقيه هكذا، وبعد ذلك يضع يده اليمنى من جنب على الأرض هنا ويضع اليسرى هنا. أما لو ضمهما هكذا وشبك بهكذا، هذا لا يسمى عقبة الشيطان ولا إقعاء الكلب. إقعاء الكلب أن يضم الفخذين إلى البطن وينصب الساقين هكذا ويضع يديه على الأرض، هذا إيش هو الذي يسمى هكذا؟ لا أرى شيئا. لا، لابد أن تضع هكذا. أيوة تمام، ولكن مع ضم الفخذين إلى البطن هكذا. إيه؟ تضم الذي له كرش يعني يصعب أن يقعي هذا ليس إقعاء الكلب. أي هذا تشبيك ضم القدمين الفخذين إلى البطن ونصب القدمين والتشبيك، هذا ليس إقعاء. فهذا الإقعاء، إذا هذا الإقعاء المنهي عنه، وهذا الذي ذهب إليه الإمام الطحاوي وهو الصحيح كما نص على ذلك صاحب الفتح الكمال ابن الهمام. هناك صورة ثانية للإقعاء. ما هي الصورة الثانية للإقعاء؟ انتبهوا إلي أحبابنا. الصورة الثانية للإقعاء أن يقعد الإنسان على ساقيه، أو أن نقول ينصب قدميه هكذا ويقعد. أنا عندما الآن عندي القدم، الرجل لها أصابع وآخرها يسمى عقب، فيقعد هكذا ينصب قدميه هكذا ويقعد على عقبيه ويضع يديه على الأرض. قال الكرخي هذا هو الإقعاء. إذا عندنا صورتان للإقعاء، الصورة الأولى التي ذكرتها وهي التي نص عليها الشيخ الطحاوي رحمه الله، وقالوا هذا المعتمد. الصورة الثانية ذكرها الشيخ الكرخي رحمه الله، قالوا لا، هذا ليس إقعاء. لذلك فرعوا على هذا الخلاف، كما فيما أذكر الشيخ ابن عابدين والله أعلم نقل عن البحر، فرعوا على أن الإقعاء الجلوسة على الكيفية التي ذكرها الشيخ الطحاوي رحمه الله تكون الكراهة تحريمية. طبعا هذا أحبابنا في الصلاة، الكلام الحديث كله إيش؟ عن الإقعاء في الصلاة. واضح الكلام أحبابنا؟ هذا الحديث الآن عن الإقعاء في الصلاة. فإذا جلس في الصلاة بهذه الكيفية تكون الكراهة تحريمية. أما لو جلس على الكيفية التي ذكرها الشيخ الكرخي رحمه الله تعالى، قالوا الكراهة تنزيهية. لما؟ قال لأن الأولى التي ذكرها الشيخ الطحاوي رحمه الله نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها إقعاء الكلب. أما الثانية التي ذكرها الشيخ الكرخي والتي ليست بإقعاء الكلب هي مكروهة تنزيها، لأن فيها ترك الجلسة المسنونة. أي نعم، واضح الكلام أحبابنا. فلو أن بعض الفقهاء عكس، قال لا، الإقعاء الذي فسره الكرخي هو الصحيح المعتمد وليس الذي ذكره الشيخ الطحاوي، ينقلب الحكم. فهمنا إن شاء الله. إذن هذا هو الإقعاء الذي نهى عنه سيدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال ولا يرد السلام بلسانه ولا بيده
ولا يرد السلام بلسانه. طبعا لا يرد السلام بلسانه لأنه لو رد السلام بلسانه تبطل صلاته. دخل إنسان الصلاة المسجد فقال السلام عليكم ورحمة الله، فقال وعليكم السلام ورحمة الله، تبطل صلاته، هذا مفسد للصلاة. قال ولا بيده، وكذلك لا يرد السلام بيده. كيف بيده؟ يعني أنا واقف في الصلاة هكذا، دخل إنسان فقال السلام عليكم ورحمة الله، ففعلت له هكذا واحدة ثنتين، ما الحكم؟ لا تبطل صلاتي، ولكن هذا مكروه تحريما، هذا مكروه تحريما، لأنه عبث، لأنه إيش؟ عبث. وإن قال بعض فقهائنا بأنه يبطل الصلاة، ليه؟ قال لأنه باليد هذا سلام معنى، سلام معنى ينوب عن الرد باللسان فيبطل الصلاة، ولكن الصحيح أنه لا يبطل الصلاة. طبعا لو صافح في الصلاة، لو صافح في الصلاة تبطل صلاته، لأن المصافحة حركات كثيرة. أما كما قلنا لو سلم بيده، سلم بهكذا فعل، قد يفعلها ساهيا، قد يفعلها ساهيا. المعتمد، المعتمد عدم فساد صلاته. قلت لكم بعض فقهائنا قال تبطل الصلاة، ليه؟ قال لأن هذا سلام معنى ويقوم مقام الرد باللسان فتبطل الصلاة، ولكن الصحيح المعتمد كما نص عليه صاحب الدر، در المختار، أنه مكروه ولا يبطل، ولا طبعا مكروه تحريما لأنه كما قلنا عبث، فهو مكروه تحريما فلا تبطل الصلاة، والله تعالى أعلم. قال ولا يرد السلام بلسانه ولا بيده. قال ولا يتربع، ولا يتربع يعني في صلاته إلا من عذر. نعم تمام، هذا هو التربع. نعم، وكان جل جلوس النبي صلى الله عليه وسلم التربع، جل جلوسه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم التربع. لماذا سمي تربعان؟ قال لأنه يدخل الرجلين بعضها ببعض فتصير كالأربعة، الفخذان والساقان تصبح أربعة فيسمى تربعا. نعم أحسنت يا شيخ يوسف رضي الله عنك. سيدي يمكن سؤال؟ تفضل. سيدي إذا أخطأ مصلي يعني في جهل صلاته يعني قراءته وأراد في خروج صلاته شخص إصلاح، يعني هذا يفسد صلاة؟ إذا يعني أنت الآن نقلتنا إلى مسألة خارج النطاق الذي نتحدث فيه. يعني لو أنك سألتني خارج الدرس، على كل مولانا، على كل أن أثناء الصلاة لو أنني أنا الآن إمام فتح علي شخص وأنا خارج الصلاة، هو خارج الصلاة فتح علي، فتح أن تبطل صلاتي إن استجبت له، تبطل صلاتي. طيب ماذا أفعل؟ قال أنتظر قليلا، لا مانع أن تنتظر قليلا وتستأنف القراءة قبل القراءة، يعني قبل الآية التي نسيتها، وبعد ذلك تتابع وكأنك تذكرت بنفسك. أما أن تستجيب مباشرة فهذا يؤدي إلى بطلان الصلاة. يعني خلينا أحبابنا نترك الأسئلة دائما ضمن المجال الذي نتحدث عنه، كي لا آخر الدرس لا مانع، لا مانع لو سألنا أي سؤال، فإن كنت أعرف الجواب أجبت، وإن كنت لا أعرف أعتذر. طيب. إذن قالوا لا يتربع يعني في الصلاة إلا من عذر، كأن يكون في رجله ألم، أي نعم، فلا يتربع. أما لو تربع بدون عذر فإن فيه كراهة. ليه؟ لأن في هذا التربع ترك سنة القعود، فيه ترك سنة القعود. قال ولا يتربع إلا من عذر. قال ولا يأكل في الصلاة ولا يشرب، لأنه ليس من أفعال أعمالي أو من أفعالي وأعمالي الصلاة. فإن فعل شيئا منها ما الحكم؟ بطلت صلاته. من طرق الشرب التي يغفل عنها كثيرون من الناس، إنسان له شوارب، توضأ وغسل وجهه
وأقبل على الصلاة والدنيا صيف حر، لم يمسح وجهه، لم ينشف وجهه، وأثناء الصلاة تسللت قطرة ماء من بين شواربه فوقعت على شفته العليا، وبعد ذلك تسللت إلى فمه فابتلعها. ما حكم الصلاة؟ تبطل صلاته، تبطل صلاته، لأنه شرب الآن، لأنه شرب. فهذا مما ينبغي التنبه له. وشرب الماء بهذه الطريقة هو فعلها ناسيا، سواء كان عمدا أو ناسيا، تبطل الصلاة، إلا إذا أكل ما بين أسنانه، وكان ما بين أسنانه أقل من حجم الحمصة، ولكن بشرط أن يبتلعها بدون عمل كثير. أما لو كان في الصلاة يقرأ وبدأ يحرك بلسانه هكذا يريد أن يخرج ما بين أسنانه من طعام ثم ابتلعه، قال تبطل صلاته، تبطل صلاة. أما لو أثناء القراءة في الصلاة خرجت شيء، فماذا يفعل؟ ابتلعها. نعم، قال هذا لا يضر، هذا لا يضر. نعم، فتبطل الصلاة سواء أكل ساهيا أو ناسيا. واضح الكلام إن شاء الله تعالى أحبابنا. قال ولا يأكل ولا يشرب، لا يأكل ولا يشرب. شرع الآن في مسألة هامة، وهي حكم من سبقه الحدث في الصلاة. نعم، فقال فإن سبقه الحدث، يعني في صلاته، في الصلاة سبقه الحدث، ما الحكم؟ قال انصرف، انصرف مباشرة من غير أن ينتظر أبدا، حتى لو وقف بعد أن سبقه الحدث، حتى لو وقف بمقدار أداء ركن، ما الحكم؟ بطلت صلاته. لو وقف بدون عذر، لو وقف بدون عذر تبطل صلاته. أما لو كان وقف لعذر، كما لو كان في زحمة، في ازدحام مثلا، كما لو كان نائما، نام في الصلاة، نام في الصلاة، وهو في الصلاة رعف أحدث واستمر نائما 10 دقائق، ربع ساعة، استيقظ، انتبه، فلما انتبه علم أنه أحدث، ماذا يفعل؟ يبني هذا المكث، لا يضر، لأنه بعذر وهو النوم، أو كما قلنا كان هناك ازدحام شديد فمكث لأنه لا يستطيع أن يجاوز الصفوف. نعم، فلذلك قال فقهاؤنا لو أن الإنسان أخذه الرعاف ينزل الدم من أنفه ولم ينقطع هذا الدم، قال يمكث حتى ينقطع الدم، ثم بعد ذلك يتوضأ ويبني، ويتوضأ ويبني. نعم، طبعا يباح لمن سبقه الحدث، يباح لمن سبقه الحدث المشي، يمشي حتى يصل إلى الماء الذي يريد أن يتوضأ منه، والاغتراف كذلك، فتح الحنفية، وكذلك الانحراف عن القبلة، وكذلك غسل النجاسة عن ثوبه، وكذلك يباح له الاستنجاء إن أمكنه بدون كشف العورة. على فرض لو أمكنه أن يستنجي بدون كشف العورة لا يستطيع له ذلك، ولا يؤدي هذا إلى بطلان الصلاة. ولكن هنا لابد من التنبه، لو أن هذا الذي سبقه الحدث تجاوز ماء قريبا يمكنه التوضؤ منه إلى مكان بعيد، إلى ماء بعيد، ما الحكم؟ تبطل صلاته. ليه؟ لأنه مشى خطوات بدون حاجة، بدون عذر. نعم، والأصل أحبابنا، الأصل في مشروعية البناء عندنا عند الحنفية هو قول النبي الكريم الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي في الصلاة، يعني قال فلينصرف، فليتوضأ، ثم ليبني على صلاته. انتبه، ثم ليبني على صلاة، سأجيبك الآن إن شاء الله، ثم ليبني على صلاته. قال وهو في ذلك لا يتكلم، وهو في ذلك لا يتكلم. سأل السائل الآن: المرأة لو سبقها الحدث ماذا تفعل؟ إن أمكنها أن تتوضأ دون أن تكشف عن عورتها لها ذلك، ولكن هذا ربما يكون متعذرا
كيف تتوضأ؟ لابد أن تكشف ذراعها، وهذا يؤدي إلى بطلان صلاتها. فإذا سبق الحدث غالبا يعني هذه الرخصة يعني فقط للرجال. إن أمكن المرأة أن تتوضأ دون كشف العورة لا مانع لها ذلك، ولكن هذا كما قلنا هذا متعذر، هذا متعذر. قال فإن سبقه الحدث ماذا يفعل؟ قال انصرف، انصرف كما قلنا مباشرة دون أن يبقى ولو للحظة، إلا إن بقي مكث لعذر. قال فإن كان إماما، هذا الذي سبقه الحدث، هذا الذي سبقه الحدث كان إماما، كان إماما، ماذا يفعل؟ قال استخلف. والاستخلاف، الاستخلاف كيف يكون؟ يكون بأن يجر واحدا من المصلين خلفه، بأن يجر واحد من المصلين خلفه بثوبه إلى المحراب، أو يشير له بالإشارة. لذلك ينبغي أن يصل الذين يصلون خلف الإمام بعد أن يكون الإمام فقيها وليس جاهلا، بعد أن يكون الإمام عالج طالب علم والذي خلفه كذلك طلاب علم، أن يشير إليه بيده فيفهم الذي خلفه أنه الآن هو، طبعا يشير ويستدير هكذا فيعلم بأنه قد سبقه الحدث استخلفه. قال فإن كان الذي سبقه الحدث إماما استخلف، ثم يذهب هذا الإمام ويتوضأ. قال وتوضأ وبنى على صلاته، وبنى هذا الإمام، وبنى هذا الإمام على صلاته. وكذلك لو كان منفردا قال وبنى على صلاته. مما ينبغي أن نعلمه أحبابنا بالنسبة لسبق الحدث، شرط البناء. أول شيء ماذا يعني البناء؟ يعني البناء أن أنا الآن واقف في الصلاة هكذا، فإذا بالدم صار ينزل من أنفي، أمسك هكذا وأذهب للوضوء، أنظف النجاسة الدم، طبعا لا أتكلم، لا أنا ذاهب ولا أنا راجع ولا أقرأ القرآن حتى، ولا أسبح ولا أذكر، أذهب ساكتا وأرجع ساكتا. انقطع الدم، غسلت الدم، توضأت، أنهيت كل شيء، ثم أرجع أو أنا مخير أقف ضمن ترتيب سأذكره الآن مفصلا إن شاء الله. فالآن هذا سبقني الحدث، هذا الآن سبقني الحدث، فشرط كوني حتى، فأنا عندما الآن ذهبت للوضوء ثم رجعت الآن أبني يعني أتابع الصلاة، هذا الذي يسمى بناء، أتابع الصلاة من حيث سبقني الحدث، من حيث بدأ الحدث، من حيث بدأ، لا أستأنف الصلاة من أولها بل أتابعها. وشرط هذا البناء أحبابي، شرط هذا البناء كون الحدث سماويا. ماذا يعني كون الحدث سماويا؟ يعني يقع منه بدون اختيار ولا تسبب. فلو كنت أصلي أنا هكذا فأدخلت أصبعي بأنفي وفعلت هكذا فرعف الدم، نزل الدم، ما الحكم؟ تبطل صلاتي. أنا المتسبب، أنا المتسبب بذلك، إذا لا تسبب لي فيه. نعم. وأن يكون هذا العذر غير موجب للغسل، فلو أني نمت في الصلاة، نمت في الصلاة فاحتلمت فخرج مني الماء، ما الحكم؟ تبطل الصلاة، لأن الآن هذا موجب للغسل. كذلك من شرط البناء ألا يوجد، انتبه، شرط البناء ألا يوجد بعد الحدث فعل ينافي الصلاة وأنت تستغني عنه. كما قلنا لو تجاوز الماء القريب إلى ماء بعيد ما الحكم؟ تبطل الصلاة، لأنه أتى بخطوات هو يستغني عنها. قلنا من شرط البناء أن يكون الحدث سماويا، بمعنى أن يكون العبد غير متسبب بهذا الحدث. الآن السؤال، أنا في الصلاة أو زيد ما في الصلاة وهو في الصلاة عطس فخرج منه ريح، عطس أو تنحنح سعال فخرج منه ريح، هل تبطل صلاته أم نعتبر هذا الحدث
قد سبقه اختلف العلماء في ذلك على قولين مصححين، بعضهم قال هذا سبق حدث وبعضهم قال لا هذا ليس بسبق حدث. نعم. طبعا أحبابنا الذي نص عليه الفقهاء أن السنة، أنا إذا أردت أن أستخلف غيري، السنة أن إذا نزل مني مثلا أو ليس دم، خرج مني ريح وأنا في الصلاة، سبقني حدث خرج مني ريح، وأنا أسجد خرج مني ريح، وأنا أركع خرج مني ريح، قال ماذا أفعل؟ قال يحني ظهره قليلا، هذه السنة، ويضع يده على أنفه يوهم أنه رعف، يوهم أنه رعف. وثبت ذلك عن سيدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه قال إذا صلى أحدكم فأحدث فليأخذ بأنفه. انظر كيف علمنا سيدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إذا صلى أحدكم فأحدث فليأخذ بأنفه ثم لينصرف. الآن هذا الذي سبقه الحدث إن كان منفردا، إن كان الآن أنا أصلي في البيت فرعفت وأنا في الصلاة، سبقني الحدث وأنا في الصلاة، فأنا الآن بالخيار، أنا بالخيار إن شئت أن أعود إلى المكان الذي كنت أصلي فيه وأتم الصلاة، وهذا هو الأفضل لأكون مؤديا للصلاة كلها في مكان واحد، وإن شئت أن أتم الصلاة في الموضع الذي توضأت فيه لما فيه من تقليل المشي. يعني هذان لماذا أثبتنا له الخيار؟ وكلا القولين مصحح أيضا، الذين قالوا يرجع إلى المكان الذي صلى فيه أولا قالوا ليؤدي العبادة كلها في مكان واحد، والذين قالوا لا يصلي في المكان الذي توضأ فيه. ليه؟ قال لأن العودة إلى المكان الذي كان يصلي فيه فيه مشي، ونحن ينبغي علينا أن نقلل المشي ولا ضرورة للعودة، قال يصلي في المكان الذي توضأ فيه. هذا إذا كان منفردا، أما لو كان مقتديا وما زال الإمام، يعني هو ذهب الآن وتوضأ نظر فإذا بالإمام ما زال في الصلاة، ماذا يفعل؟ قال يعود إلى مكانه بالاتفاق، إلا أن يكون الإمام قد فرغ من صلاته فيكون مخيرا كالمنفرد. الآن الذي سبقه الحدث هو الإمام، الإمام هو الذي سبقه الحدث. نعم. فإن كان إماما عاد إلى المكان إلى مصلاه، عاد ليصلي مع الجماعة وصار مأموما، صار مأموما طبعا صار مقتديا بمن استخلفه، يعني إلا أن يكون الإمام المستخلف قد فرغ من صلاته، فنقول له أنت الآن مخير كالمنفرد، إما أن ترجع إلى مكانك وإما أن تصلي في مكانك. قال والاستئناف أفضل، والاستئناف في حق كل المنفرد والإمام والمقتدي الكل، الاستئناف أفضل من البناء. ليه؟ قال خروجا من الخلاف، لأنه كما قلنا أحبابنا البناء في الصلاة أخذ فيه أئمتنا فقط. نعم. أما الشافعية لم يأخذوا به، فخروجا من خلاف الفقهاء الاستئناف أفضل. ثم شرع الآن في الحديث عن مبطلان الصلاة، عن شيء من مبطلات الصلاة. الله. نكتفي بهذا القدر أحبابنا من أجل أن نصلي صلاة العصر، نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة.